شرف في الاهلي والحمد لله ونحمد الله على كل شيء والف مبروك للوداد. فين يعني كانت الاخطاء ديال نادي الاهلي؟ لا 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 ما فيش اخطاء الحمد لله، هو كان بس الضغط العام اللي اتعمل هنا في المغرب وانتم شاهدين الضغط. الحفاوه الاستقبال صراحه لا 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 ما كان حفاوه الاستقبال، لكن في بعض القنوات والميديا الصفراء زي خيخي تي في ها وام اف ام سبورت هي الاخرى من مصير الفتنه من دواعي الفتنه اللي كانت ممكن تحصل مشاكل كبيره هنا، بس الحمد لله عدت على خير. انتوا عندكم يعني اليوم السابح انا شفت عدد من شوف احنا يعني انا اقول لك كلمتين وهكلمك بصراحه والله. انا هكلمك بصراحه ها الغلط مش عندكم في المغرب ولا غلط الاقشع ولا غلط الوداد، الغلط بتاع الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي ها والخيخ بتاعنا اللي موجود اللي اسمه فوزي الاقشع. حشاك اسمح لي يا اسمع واسمح لي بس واسمح لي حشاك فوز الرقشع تحياتي لي، انا نسيت وغلطت في الاسم، انما الخيخ بتاعنا اللي اسمه هاني ابو ريده اللي موجود في الاتحاد والاتحاد العار المصري، بس مش قادر اقول لك اكثر من كده. المباراه كانت في الميدان مش في الميديا ولا حول ما هو اللي عنده ما تنساش برضو ها ما تنساش ان السين نورمال المفروض ارض محايده. ما تقوليش انا ده دفع وده دفع وجيت قبل الفينال وتحدد لي الارض، لا اسمح لي ها دي ارض محايده. وانا قلت لك دابا المشكله في الاتحاد المصري ها والاتحاد الافريقي، ما قلت لكش الاتحاد المغربي ولا بقول لك فوز الاقشع ولا بقول لك الوداد، والف مبروك ليكم وان شاء الله تشرفونا في كاس العالم الانديه ان شاء الله. اذا كان معنا مصري مقيم في المغرب. نعم اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من خارج ملعب محمد الخامس بعد نهايه الفوز على الاهلي من طرف وداد الامه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف شفت المباراة؟ مباراة صعيبة على الأهلي، نلعب هنا في الأخطاء جمهور. الأخطاء اللي عملها الأهلي فين يعني؟ الأخطاء كورتين كانوا سهلين يقدر يشتت الكورة. أيوه. الجول الثاني بالأخص، الكرة الأولى تمريرة قصيرة انقطعت بهدف، تسديدة كانت قوية. بالنهاية نقول ألف مبروك للوداد، وشفنا منكم حسن الاستقبال. الحفاوه عن جد شفنا حفاوه استقبال من عندكم في بلدكم التاني واحنا في بلدنا الثاني، للاسف ما ضيفتونا وخليتونا نفوز، لكن بالنهايه الف مبروك لكم. الف شكرا مبروك. مرحبا. شكرا. اذا مشاهدينا بقوا معنا في هذا البث المباشر اللي كنقدموا لكم مباشره من مركب محمد الخامس بالدار البيضاء عقب الفوز ديال فريق الوداد البيضاوي. كما كتشوفوا بالصوره تنظيم جيد من طرف السلطات المعنيه. مبسوطين ما عندهمش كيتيواب تعالوا لا عشان خاطر تتكلموا تعالوا الف مبروك للوداد كانوا عايزين 10-0 والف مبروك للمغرب ومش مشكله انتوا اخواتنا وزي ما كان واضح ان النهارده كان في بعد ما اتنقل الماتش للمغرب ان كان في نيه لتعويض النهائي بتاع 2019 بتاع رادس، واحنا مش مشكله الاهلي نادي كبير وصل النهائي 5 مرات في اخر 6 سنين والحمد لله كسبنا الكاس اخر مرتين وعندنا 10 القاب، يعني المنافس بتاعنا عنده تقريبا نص عدد القابنا، فالاهلي نادي كبير والوداد نادي كبير، النهارده هم كانوا احسن مننا، تتعوض المره الجايه ان شاء الله، والف مبروك. شكرا. بالتوفيق لكم. الله يخليك. شكرا. اذا نبقاو معنا مشاهدينا في البث المباشر، اذا كما كتشوفوا كنقول لكم تصريحات ديال الجمهور الاهلاوي هنا بمركب محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء.
إذا مشاهدينا ابقوا معنا في البث المباشر. سلام، لو سمحت كلمة بخصوص المباراة بتاع اليوم. مباراة سيئة من جانب النادي الأهلي. الركراكي عرف يلعب بطريقة وخطة لعب أدت لغرضه وكسب المباراة بأقل فكر. أداؤه مميز، لعيبة الرجالة، دفاعه النهاردة قوي جدا، زائد سوء الحظ اللي حالف النادي الأهلي النهاردة، لكن كل شيء نصيب. نقول مبروك للوداد وهارد لك للنادي الاهلي وتتعوض في الاخطاء اللي عمل النادي الاهلي. والله هو بدايه التشكيل كان المفروض انه يلعب ثلاثه في نص الملعب وبالذات عمرو السوليه مع حمدي فتحي وديانج يملى نص الملعب. اللي فرق في نص الملعب في بدايه الشوط الاولاني او في الشوط الاولاني انه الوداد امتلك نص الملعب. اكيد في الحفاوه والاستقبال يعني. لا، بنشكر الاخوه في المغرب على حسن الاستقبال والضيافه، لكن اللي بيحصل في الملعب ده طبيعي. حق الجمهور الوداد يعمل اللي هو عايزه عشان ياخد البطوله، زي ما جمهور الاهلي جاي من مصر كان نفسه ياخد البطوله وعمل اللي عليه، لكن كل شيء نصيب. بنقول مبروك للوداد مره ثانيه وهارد لك النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا. إذن ابقوا معنا مشاهدينا في البث المباشر، لكن نقول لكم مباشرة من أمام المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وكان نقول لكم تصريحات ديال الجمهور الأهلاوي خاصة الآن لأنه هم اللي خرجوا بزاف. إذن ابقوا معنا في البث المباشر. لو سمحت ولو نص كلمة، ولو نص كلمة. ليش؟ هذه الكرة اللي فيها رابح وفيها خاسر يعني. السلام عليكم. يا عم مبروك للمغرب. شنو الأسباب ديال الهزيمة؟ مبروك للمغرب. الفريق الأهلي فريق يعني كيقولوا يعني حج أحمد ريال مدريد أفريقيا. حج أحمد هذه الكرة لازم حج أحمد حج أحمد حج أحمد باشا عندنا 10 صحيح عندنا واحدة مش مشكلة. هما كيقول هذه الكرة لازم. مبروك ليكم وأنتم شعب جميل وأنتم كل حاجة. كل روح رياضية صحيح. الأهلي فريق كبير. كبير نعم. ماشي ومعاه 10 نعم وجاي ياخد ال 11، بس ال 11 دي اتعمل عليها فيلم. اتعمل عليها ايه؟ ايوه اتعمل عليها فيلم. فيلم الاتحاد الافريقي وفيلم من المغردين من مصر وفيلم من الاتحاد المصري وفيلم من كل حاجه. ماشي مغضوب يا سيد الفاضل. هو الممتاز دايما منور، فهم عايزين يطفوه باي شكل من الاشكال. هو الممتاز. ما هو مين اللي خد 10؟ مين اللي خد 10 بطولات في افريقيا؟ الا الاهلي. نعم. مين؟ اي دولة من الدول الافريقية ما خدتش الا 2 3 4 5؟ الامن المغربي على اليمين بصراحة، وسرعوا لنا الاجراءات في المطار اسرع من مطار القاهرة، يعني احنا خرجنا على طول بسرعة، والناس والسفير المصري يعني بصراحة سهل لنا الدنيا جدا، والامن معانا موكب اكننا يعني موكب من السفارة. احنا نشكر الامن المصري لانه اللي مشينا لمصر وكان الاستقبال والحفاوه تقريبا من قبل اي حاجه، وبنيجي سياحه هنا من قبل اي حاجه بغض النظر عن بس برضه عندنا 10 وهناخد 11 ان شاء الله. شكرا. هم بس يعملوا القرعه ها ويعملوا الماتش النهائي بدل ما يبهدلوا الدول مع بعضيها والفرق مع بعضيها. يعملوا الاحتقان بالظبط احتقان الشعوب. يعملوا الماتش العربي. يعملوا الماتش في دوله ما يكونش الطرف فيها بيلعب ده محايدة. لما يكونش الطرف اللي موجود فيها زي الاهلي كده. ما هو جه المغرب لا ده 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 هل ده ده فرنسا وريال مدريد لعب في فرنسا مثلا يعني مش لا اوروبا بتعمل للسنه اللي بعديها 3 سنوات قدام. نعم 3 سنوات قدام. نعم. الاتحاد الافريقي ده في شلل وفي انتخابات وفي مشاكل وفي كلام من ده، واحنا عندنا واحد في الاتحاد الدولي. طيب
طيب ممكن في الاتحاد الدولي ما بيعملش اي حاجه. ممكن نطرح لك سؤال صريح وتجاوبني بكل صراحه. تفضل تفضل. تيقولوا على ان المصريين يعني لما يلعبوا ماتش كره ملي ينتهي الماتش بيكون عندهم كثره الكلام، ولو خسروا برضه كثره الكلام. والله لا 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 كلام يتج... يت... ي... لا 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 لو في عدل، لو في عدل احنا ما نقولش حاجه على العدل. خلاص احنا 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 فريق قوي. ها ورئيس النادي احسن لاعب في افريقيا، ورئيس النادي البيبو احسن لاعب في افريقيا، وبعدين بيجيب لعيبه للبطوله دي، للبطوله دي. نعم ماشي يا فندم. وبعدين ده واخد اتنين ورا بعض ودي الثالثه، ده واخد اتنين ودي التالتة، يعني مش فريق ضعيف ولا فريق كلام من ده، وواخد من كذا دولة على أرضها، يعني الأهلي واخد كذا دولة على أرضها، على أرضها في وسط جمهورها، فاهمني؟ بس لكن لكن العدل أهم حاجة، العدل العدل العدل، عشان تريح المغرب، تريح مصر، تريح تونس، تريح الجزائر، تريح جنوب أفريقيا، تريح. العدل فين؟ العدل فين؟ معلش معلش مرة أخرى إن شاء الله. إنما إحنا حضرتك من دمياط؟ لا 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 مين؟ لا لا أنا من بورسعيد. يا سلام. ومش شرعية، ومش شرعية، أحسن ناس. إذا مشاهدينا، إذا مشاهدينا كما كتشوفوا الآن كنقوموا بأخذ تصريحات من عند إخواننا المصريين. إذا المشاهدين غادي نكتفيوا بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم بث مباشر آخر إن شاء الله. ونذكركم على أنه بإمكانكم تتابعوا أيضا البث المباشر من خلال من زاوية أخرى عبر صفحتنا الأخرى محمدية بريس في الفيسبوك، إضافة للصفحة هذه ام بي لايف، اللي كنتمنوا المشاهدين ينضموا لنا في المشاهده لاول مره يعملوا جيم للصفحه باش دائما يوصلهم الجديد في كل الاحداث الوطنيه الرياضيه الثقافيه وكل شيء. اذا بعد قليل نلتقي